السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في موضوع تقني جديد من سعد التقنية. موضوع اليوم إن شاء الله سوف نتحدث على أبرز خطأ، وهو خطأ شائع يقوم به معظم التقنيين والفنيين في مجال تركيب الصحون الهوائية، وخصوصا على الأسطح المشتركة. نعم أيها الكرام، فأخطاء عديدة مع الأسف يتسبب فيها بعض الناس، وذلك بأخطاء طفيفة ربما قد يصلحونها إن شاء الله ويدركونها في هذا الفيديو. فنحن نعرف أصدقائي الكرام على أن العمل يتطلب المجهود والوقت وأشياء أخرى، وبالتالي فيجب عليك يا أخي الكريم أن تتقن العمل بالطريقة الصحيحة، لأن عدد من الناس دائما ما يشتكون، يعني كما قلت لكم، يعني في المنازل المشتركة هناك من يقوم يعني بإحداث يعني ثقب يعني في الأرض، يعني هنا أصدقاء الكرام، فذلك الثقب أيها الكرام لديه معايير يجب أن تحترم. فإذا كان الثقب يعني عميق، يعني قمنا باستخدام يعني كامل يعني أداة الثقب يعني التي يتم تركيبها يعني في المثقاب الكهربائي، يعني إذا تم استخدام كل هذا الجزء أصدقائي الكرام قصد يعني ثقب الأرضية لتركيب يعني الدعامة مباشرة، فهذا سوف يسبب مشاكل في المستقبل، يعني خصوصا لمن يعني لم يقوموا يعني بعمل بناء على الدعامة يعني في الأسفل، فالماء الذي سوف يعني يصدر من الأمطار سوف يكون داخل صاحب البيت أو داخل سقف صاحب البيت الموجود يعني في أعلى العمارة، وبالتالي يجب أن ننتبه لطريقة الثقب أيها الأعزاء لكي لا نتسبب في هذا المشكل. فنحن نعرف أصدقائي الكرام على أنه في بعض المجمعات السكنية هنالك مكان مخصص للصحون، قم مباشرة بوضع الصحن في ذلك المكان بدون أي مشاكل، أو حاول أن تضع الصحن بدعامة يعني تكون على شكل حرف L، تضعها يعني في الحائط بدلا من الأرض، يعني لكي تتجنب هذا المشكل، لأنه بصراحة الناس أصبحت تشتكي يعني في يعني مؤخرا بسبب كثرة الصحون فوق السطوح، وبسبب العشوائية في تركيب ذلك الصحن فوق السطح. فإذا كان السطح هو ملك لك، اعمل ما تريد، يعني لكي أكون صادق معك، ولكن إذا كان السطح ملك لشخص آخر حاول بقدر المستطاع أن تتجنب المشاكل، لأن هذا الأمر سوف يرجع عليك بالسلب، فصاحب المنزل هو لا يعرف، ولكن أنت يجب عليك أن تكون منطقي بعض الشيء. إذن أصدقائي الكرام سأريكم كيف تقوم بثقب الأرضية بدون الحاجة لإدخال يعني هذا المش أو هذه الأداة الخاصة بالثقب، يعني كيف تقوم باستخدامها بطريقة صحيحة. فسنلاحظ أصدقائي الكرام على أنه لدينا يعني هذا البرغي أو اللي كنسميه حنا التيرفون، هذا التيرفون هو يعني خاص بعشرة، هناك من يستخدم يعني تيرفون يعني 12 أو 13 ويكون كبير نوعا ما ويتطلب يعني أداة يعني تكون أكبر من ذلك، فيستحسن استخدام هذا النوع من التيرفون اللي هو تيرفون 10 إذا كان الثقب سيكون يعني على الأرضية مباشرة، لأنه كما تشاهدون أنه سوف يقوم بتثبيت يعني الدعامة بشكل جيد، وفي نفس الوقت يعني لن يأخذ يعني حجم كبير، يعني كما تشاهدون، وبالتالي فستلاحظون أنه عندما ستضعونه مباشرة في الدعامة، لاحظوا معي كم سوف يقوم يعني كم سيتم تثبيته على الأرض، يعني لاحظوا معي يعني هناك مساحة كافية لتثبيت الدعامة بطريقة صحيحة في حال ما إذا قمت بتركيب يعني القطع المجاورة لها أو ما يعني أو ما يصطلح عنه يعني بليشوفي يعني بشكل جيد وكذلك يعني ممتاز، يعني إذا تم تركيبه بشكل ممتاز فأضمن لك أن الدعامة ستكون مركبة بشكل صحيح وممتاز، وخصوصا إذا قمت يعني بوضع بناء صغير في هذه المنطقة يعني فقط لتثبيت الصحن يعني بشكل كلي، لأنه نعرف أنه بعض الأرضيات المتواجدة في الأسطح يعني تكون مهترئة يعني في الشمس وتكون يعني ضعيفة القوة، وبالتالي يجب علينا أن نضع بناء صغير
أو لا نقوم مباشرة يعني بعمل بناء صغير فوق الأرضية ونقوم بتركيب الدعامة فوقها. إذا لديك الحرية أخي صديقي الكريم. إذا ماذا سوف نفعل في هذه الحالة؟ سوف نأتي بالأداة المخصصة بالمتقاب سواء 10 أو 12، وثم سوف نقوم مباشرة بجلب هذه القطعة التي يركب عليها التيرفو، ونأخذ فقط هذا القياس وهو قياس كافي، يعني سوف أقوم بتجنب فقط بضع سنتيمترات أو سنتيمتر واحد يعني بهذه الكيفية. ثم يعني سوف أتي بشريط لاصق يعني أسود أو يعني الخاص أو الشريط الخاص يعني بأسلاك الكهرباء، ثم يعني أخذ ذلك القياس الذي أريد هكذا. إذا الآن عرفت القياس الصحيح والذي سوف أعتمده في تركيب أو في تثبيت هذا الشوفي بهذه الكيفية لكي لا أتجاوز يعني الحجم المسموح به ولا أتجاوز طبيعة الحال منطقة السقف، لأنه نعرف أن سقف المنازل عندما يتم تجاوز يعني حجم يكون أكبر من ذلك، فهذا الأمر سوف يتسبب في عدة مشاكل. عندما سيتسرب الماء على سبيل المثال فإنه سوف ينزل إلى الطبقة الأخيرة يعني من السقف، وسوف يحدث مشاكل لصاحب المنزل. وكما قلت لكم هذه تبقى يعني نصائح للفنيين، ويجب اختيار مكان صحيح وجيد لتثبيت الصحن بدلا من العشوائية ووضع الصحن في أي مكان، وأهم من ذلك وهو استشارة صاحب البيت. هناك من سيقول لي أخي الكريم هناك صحون كبيرة، صحون تتجاوز 1.80 متر و2.40 متر، لا يجوز عمل هكذا ولا يجوز أن نضع الصحن على الحائط أو ما إلى غير ذلك من هذه الأمور. سأقول لك أخي الكريم، فإذا لم تكن تقطن أو لم تكن صاحب البيت يعني الموجود في أعلى السطح، لا أنصحك يعني من الأساس أن تشتري صحن كبير، لأنه بصراحة الصحون الكبيرة ستفيد الناس الذين لديهم منازل خاصة أو يوجد في أعلى يعني أعلى يعني الطابق، وبالتالي فستسهل عليه عملية إضافة أو إدراج هذه الصحون بدون مشاكل. إذا أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو. لا تنسوا تشريفنا بزر لايك سبسكرايب إذا كانت هذه أول زيارة لك، ولا تنسى كذلك تفعيل زر الجرس لتتحصل على جديد الإشعارات. إلى اللقاء.